أعلنت لجنة الانتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فوز أحمد قريع وحنان عشراوي بمقعدين في اللجنة التنفيذية بعد أن تنافس عليهما 4 مرشحين. وخلال اجتماع طارئ للمجلس الوطني الفلسطيني أكد الرئيس الفلسطيني أنه سيمضي قدما في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في يناير المقبل إذا أخفقت جهود المصالحة مع حماس. خطوة أثارت جدلا كبيرا وألقت بظلال سلبية على الحوار الداخلي عقد المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته الغير عادية في رام الله. دعوة برلمان منظمة التحرير للالتئام دون أجندة كان على خلفية واحدة، ملء شواغر 6 غيبها الموت أو الاستشهاد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. الرئيس عباس دعا فصائل المنظمة للتوافق على 6 أسماء جدد دون انتخاب، كما أكد على مخرج الانقسام بالانتخابات كاستحقاق في موعدها، مؤكدا أنها لن تكون بدون قطاع غزة. ستظل الأبواب مفتوحة أمام الحوار الوطني وأمام إعادة الوحدة بدون صفقات ثنائية أو خروج عن البرنامج الوطني ومصالح شعبنا الأساسية. وعندما نصر على أنه بدنا انتخابات، لا يتوهم أحد أنه بأي ثمن، بمعنى الضفة لحال وغزة لحال، لا، الانتخابات في الضفة وفي غزة. أعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس وهم أعضاء تلقائيين في المجلس الوطني فقاطعوا الجلسة واعتبروها غير شرعية وتجاوزا لاتفاق القاهرة عام 2005 التي شاركت فيه هي والجهاد الإسلامي، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي. لكن من دعا لهذه الجلسة الخاصة كان لهم تبريرهم. الأخوة في حماس عندما يمنعوا أعضاء المجلس الوطني في غزة، وعندما يقاطعهم كأعضاء في المجلس الوطني 76 عضو لهم في المجلس التشريعي، هم أعضاء طبيعيون في المجلس التشريعي. أنا بعتقد إنه حماس هي تساهم في يعني إرباك الواقع السياسي الفلسطيني وفي يعني دعم الفساد الإداري والسياسي والمالي وغيره في الشعب الفلسطيني. فهذه الجلسة التي حضرها قرابة 300 عضو من أصل 700 لا تتطلب نصابا، فالمهمة محدودة ولا نقاش في موضوعات سياسية، رغم أن الرئيس عباس وحركة فتح يعلمون أن ترتيب بيت منظمة التحرير هو ذا بعد سياسي والاستعداد لجولة محتملة من المفاوضات مع إسرائيل. هذه الجلسة غير العادية لها أهمية سياسية هامة جدا، وهي التأكيد على شرعية هيئات مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة التحرير. هذه الشرعية نحن بحاجة لها أمام الوضع الفلسطيني الداخلي، أمام سياسة عدم التسامح في قراءة الحقائق الموضوعية الصلبة والصارخة في وجهنا. ملء شواغر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رأى فيه البعض استعداد فلسطيني قبيل عرض أوباما لرؤيته للسلام في الشرق الأوسط وقبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات المثقلة بالاشتراط. فراس لطفي، النيل، قناة مصر الإخبارية، رام الله المحتلة.